هذا السؤال عن الحديث القدسي: يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي بالمقبلين علي؟ هذا بعد البحث لم أجد له سند في كتب السنة. أورده الغزالي في الإحياء من غير سند، ومخرجه العراقي لم يعلق عليه، أورده ابن الجوزي في التبصرة من غير سند ولم يعلق عليه، فليس له أصل فيما نعلم بعد البحث.